وللحديث أكثر عن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق عن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا عبر الخط الهاتفي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. مرحبا بك معنا دكتور. مرحبا، حياكم الله. دكتور، أصدرتم في الهيئة بيانا بمناسبة هذا الحوار بين بغداد وواشنطن، هل ترونه حوار في البداية؟ لأنه من المعروف أن الحوار يكون بين ندين، هل الكاظمي وهو يحاور الإدارة الأمريكية يملك قراره؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك تحية مباركة وجميع المشاهدين الكرام. فعلا هو اسمه أو عنوانه حوار، لكن حقيقته هو نوع من الإملاءات وإعادة ترتيب الأوراق بين السيد وبين الأدوات. فنحن نعلم أن الموجود حاليا في العراق هي أدوات، هم مجرد أدوات لمشروع سياسي فرضه الاحتلال الأمريكي على الشعب العراقي، وجاء ببعض الأدوات الذين وافقوا على هذا الاحتلال مبدئيا وشاركوه في بعض صفحاته والإعداد له ثم في صفحاته اللاحقة. ولذا ما جرى في حقيقته هو إعادة ترتيب الأوراق بين هؤلاء وهؤلاء وتهدئة بعض الملفات التي ربما تأزمت في الأوقات المتأخرة. نعم. وإلا لا يوجد هنالك أي تكافؤ بين الجهتين حتى نطلق عليه حوارا. نعم. بين جهتين. طيب دكتور، وصفكم للحوار بأنه يأتي في سياق اتفاقية الإذعان، هل يعني ذلك أن الحوار سيكرس مزيدا من الاحتلال العسكري والسياسي ومجالات أخرى في العراق وفق غطاء سياسي وقانوني؟ يعني هو هذه هي الجدوى أو الجدوى الأساسية من وراء هذا اللقاء، وهو كما قلت قبل قليل إعادة الترتيب للأمور التي ربما تأزمت في الفترة الأخيرة، لا سيما في بعض الملفات الإيرانية، لأنه حقيقة العراق اليوم هو مجرد ساحة لتقاسم النفوذ وتقاسم المصالح بين الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني، وربما هذه الأدوات هي مجرد فقط إعادة التنسيق وتهدئة الأمور بين الجهتين. نعم. طيب، على الرغم من الضغط الإيراني دكتور الذي كلل بزيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني لبغداد منذ أيام، كيف سيتعامل الكاظمي مع الميليشيات في حال تم ترسيخ الوجود الأمريكي في العراق؟ يعني هو يبدو الأساس من التوافق على مجيء الكاظمي هو تنازل من قبل إيران لهذا الطرف، لأن هنالك مصلحة، يبدو أنه كما تعلمون ويعلم المشاهد الكريم أن العلاقات قد تأزمت عقب مقتل قاسم سليماني قائد الميليشيات الإيرانية التي تسمى زورا فيلق القدس، وبعد التأزم هذا كان لابد هنالك من شخصية تعيد الهدوء وإلى هذه الساحة وإعادة التفاهمات بين الجهتين، لأن الكل يعرف وهذا باعتراف الأطراف جميعا ومنها الطرف الإيراني بأن الاحتلال الأمريكي للعراق جاء بناء على تعاون كبير بينهم بين إيران وبين أمريكا. ولذا اليوم لابد من مرحلة، خاصة أن إيران قد مرت بعدة أزمات اقتصادية وسياسية داخلية وخارجية، فلذا المرحلة تقتضي تهدئة، وربما هذه المهمة التي أوكلت للكاظمي. نعم، ذكرتم دكتور في بيانكم أن هدف الحوار بين بغداد وواشنطن هو الحيلولة دون سقوط النظام الحالي وتعزيز فرص بقائه، ما المصالح في المقابل التي تجنيها أمريكا من بقاء هذا النظام؟ أمريكا مصرة منذ البداية على أنه يستمر المشروع السياسي في العراق، أما وهنالك طبعا قد يعرف الجميع أن هنالك آثار لهذا المشروع السياسي الموجود في العراق، آثار سلبية على الشعب العراقي، لكنه لم نرى يوما من الأيام أن أمريكا ولا غيرها المتحالفين معها في الاحتلال هم يلتفتون إلى الشعب والآثار السيئة على الشعب العراقي. ليس هذا هو المقصود، وإنما مقصودهم هو استمرار المشروع لأنه جزء من مشروع في المنطقة عموما، ولا ننسى المصالح العسكرية والاقتصادية التي تجنيها أمريكا من وراء هذا الاحتلال ومشروعه في العراق، وأيضا انعكاساته على المنطقة كلها بما فيه الخليج وما حوله.
الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لك.